بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للغة العربية، نحن طلبة الترجمة الفورية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة شمال المملكة المغربية، نقدم شريطاً لقصيدة شعرية من إبداع الطلبة احتفاءً بثراء اللغة العربية وبلاغتها. نزلت عرش القلوب خير منزلي، وضربت إليك أكباد الإبل، على خير مغرب استشرت الثريا، وخير بلد في عين المرتحل. حب بلاد الإسلام لنا فطرة، بينها فكيف عساك تعدلي. طالت بك ذاكرة الجوارح، وجارحة الوجد بك تكتمل. لتاريخك فاض حبر الخواطر، وعذب الثناء لكل ذي معزل. شر معذول من فارقك قسرا، يتحين إليك المعاد فأمهلي. نظمت فيك أبيات وبحور، ما بين مستحضر ومرتجل. أسكنت دهر عجم وعرب، وكنت للمسلمين خير موئل. بعثت الأطلال صوب أندلس، وقرت عين قرطبة بغير ذي هملي.